ياباني من الكويت صح؟ عرفت انا مخلوط صح؟ لا لا ياباني والله مو بين مخلوط اول شيء مخلوط كيان هو لا لا مخلوط يجمع بين السلك والقطن هذا يسمونه مخلوط والله ما ادري والله ما ادري والله تدري وش؟ يوم طلعت رحت لاخوي قلت ولد ها قلت امسك ثوبي ذا فصل على المقاسات ثوبي من هنا محروق دويره كبيره من هنا وقماشه سميره ميز ومفصل قبل تبي ثوب رسمي ايه خبره والله اي والله تبي ثوب رسمي خبره مجي مستانس بتشقق يوري العالم كله اسمه وغير هذا لان اصلي يلا يلا لقيته وغير هذا كله يوم رحت ارسلت لنفس الخياط اللي فصل من قلت له سميره ميز جاء قال ما في سميره ميز مخلص عشان كذا قلت له اختار لي اي انا كثر ما فصل كيف حلو على كثر ما فصل يا ما لكم داعي إيه على كثر ما فصل ثيابي عيال ما في زي السلك رسمي السلك حق رسميات رسمي بما تعني الكلمه هذا حق كرم طيب روح لابس ازرق لابس حبر وين ما يمديك ترك نفس اللون يعني صح زين لا بس انا روكو وانت وين لابس شوز رصاصي وازرق مو بكسر الالوان ولا احمر وعليك طقم يعني الصراحه انا شو اقول له عنك انت وش شنو 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 بتقص ما في ربط ما في ربط بين اللي على راسك والثوب ايش في يعني ليه؟ ما والله ما في بيت فاتح فاتح لا فواتح مع بعض لا ما ينفع طيب. لازم تكسر اللون بغام يعني كسر انت كسر اللون انت كسر انت كسر انت عمل وان لا كسر لا عمل وان شوف شوف شوز اي شوف انا لكن انا شوف هنا رمادي وانت بكرامه وين الرمادي وين الرمادي هذا هو رمادي ويت انا قايل لك والله عندي بعد نظري ما اقول عمل وان ايش رايك انا اي زي الرجال الرجال ذا شباب كان اوكي الله يستر عليه الله يستر عليه اول حرف من اسمه لا عرفت خلاص معروف وما يحتاج ما كل عمل كذا نظامكم انتم ذنب عليكم ترى ذنب ليه بالنيه لا بالنيه قلت وش اللي بالنيه انت بين